تعملش كده في دي فيرساتشي. مش موجود. طيب شوفه في الدرج اللي جنب المكتب. طيب عندك كده. ولا في درج المكتب. صح افتكرت. ابراهيم سعاده الباشا، هات لي الموبايل بتاعي من العربيه، هتلاقيه في الطابلو او على الكرسي اللي جنبي. لكن تفتكر يا نجاتي الموبايل بتاعك ضاع منك فين؟ والله متهيألي انه راح مني في التاكسي. وخدت نمرة التاكسي؟ لا طبعا. لازم تاخد نمرة التاكسي. شوف انا عامل فايل فيه ارقام كل التاكسيات اللي ركبتها في حياتي. ودي هتعمل بيها ايه؟ مش مهم اعمل بيها ايه. اي معلومة مهما كانت تافهة بيجي لها يوم وتبقى مهمة وخطيرة جدا. عادل بيه الموبايل مش موجود في العربية. ها؟ مرة فين؟ بقت ظاهرة خطيرة، بقت ظاهرة عامة، ضياع الموبايلات، سرقة الموبايلات. أنا على فكرة أنا جاتي مش هسكت على الحكاية دي. طيب ممكن أنا بقى لو سمحت أطلب موبايلي من تليفون المطعم؟ طبعا يا نجاتي أنت بتستأذن، ده محلك، اتفضل التليفون قدامك أهو، اتفضل. بيرن. طب خير ان شاء الله. الو. ايوه يا فندم. ايوه ايوه حضرتك. ايوه انا اللي طالب فعلا. ايوه الله يخليك، ربنا يكرمك. ايوه حبيبي. انت عارف بقى مطعم شيتوتو؟ حضرتك تشرف. ها وانا عازمك يا سيدي على الغداء حلاوه الموبايل. مع السلامه. موبايلي لقيته، لقيته الحمد لله، الحمد لله يا رب. انا فلوسي حلال. انت اسمع، الغدا اللي هتطلبه له ده على حسابك طبعا. وبعدين انا مش فاهم انت ليه متسرع. ما الراجل هيجي ويجيب لك الموبايل. يعني الراجل كتر خير اللي هيجيبه لي. هي الامانه خلاص بقت بفلوس الايام دي. طب اسمع بقى، انا دلوقتي هطلب الموبايل بتاعي، ولو كان حد لقاه هخليه يجيبه لي لغايه هنا ويبقى زبون للمطعم وينفعنا كمان، وهفتح السبيكر واسمعك. الو؟ ممكن بعد اذنك اكلم عادل نور؟ مين عاوز؟ انا عادل نور. ايوه بالظبط، الله ينور عليك. اصل انا يمكن نسيته مثلا في البنك او غالبا في السوبر ماركت. لا ما نسيتوش ولا حاجه، انا سرقته منك، لطشته من جيبك. ايه ده؟ ده انت تزوده يا راجل. لا انا مش هزوده، انا مش هرجعه اساسا. مش هترجعه يعني ايه؟ والله انا محتاجه، وانت باين عليك راجل مريش وتقدر تجيب غيره. ايه اللي انت بتقوله ده يا راجل انت؟ ايه مش عاجبك؟ طبعا مش عاجبني. خلاص يا عادل، خلاص. اكيد البيبي يهزر. انا ما بهزرش، واقفل السكه انت وهو، عشان جاي لي مكالمه على الويتنج. سلام. ايه ده؟ ايه الوقاحه دي؟ ده حرامي ووقح كمان. ايوه ايوه يا باشا جميل، وصلت لحد فين دلوقتي؟ تيجي بالسلامة يا جميل. انت بس اسأل عليا، قول عايز الشيف ابو متر دوتيل نجاتي، مليون واحد هيدلك عليا. على فكرة انا عازمك على الغدا وعلى العشاء، ولو جاي على بياتا انا تحت امرك. ربنا يكرمك، توصل بالسلامة. مين ده؟ ايوه ده اللي سرق الموبايل. ها بقولك ايه، خدوا على الحنين. اهلا وسهلا، انا والله كنت واثق انك انت هتطلبنا تاني. انا مش بتكلم عشان ارجع لك الموبايل، انا بس عايز اقول لك ان واحد صاحبك اتصل بيك اسمه حمد، وبيقول لك رجع الفلوس اللي عليك ليطيل عشتك، وانا قعدت اهدي فيه واصبره. مين حمد ده؟ بقول لك ايه، الشاحن بقى ما بقالوش لازمه عندك دلوقتي، يا ريت تبعتهولي. انت سافل ووقع وواطي كمان. بس اقعد اقعد يا راجل، ايه ده جيبك خلاص بقى. لا في 60 داهيه الموبايل يا عادل، ما تعملش بنفسك كده. وبعدين الحاج جاي في السكه وجايب موبايلي،
لو عاوز تتكلم احنا تحت امرك، ده احنا شركة، بس تتكلم بنسبتي انا 6 من 10%، يعني تطلب النمرة وتديها رنة بس. انا مش هسكت على الموضوع ده، انا هبلغ البوليس. 180 سرقة موبايل في يوم واحد، عصابة بقى. ايوه يا باشا. يا فندم احنا لازم نعمل خطه على مستوى الجمهوريه وننسق كمان مع الانتربول عشان نعرف نواجه حكايه سرقه الموبايلات دي يا باشا. امسك يا ابني. بقول لك ايه، خلي بالك لا تطش كمان، مش ناقصين. يعني كلمت الحرامي وكلمك واعترف لك بالسرقه كمان. بالظبط كده. يعني لو شفت المتهم تقدر تتعرف عليه؟ تعرف ازاي؟ ده انا سمعت صوته بس. اه. طب صوته ده مش من النوع المميز؟ صوته وحش. اه صح. كل الاصوات الجديده اللي طالعه مش كويسه. طب الموبايل بتاعك مفيش فيه اي علامه مميزه؟ جرح قديم يعني؟ جرح قديم ليه؟ انا لسه شاريه جديد. وانت الموبايل بتاعك برضه اتسرق؟ لا يا فندم، انا الموبايل بتاعي وقع مني وابن الحلال اللي كلمته في التليفون وعد انه هيجيبهولي بس اما يفرج العيال عليه. الراجل ده لو جالك اوعى تسيبه يمشي. ها؟ ليه؟ لانه لو حصل وسبق في كلامه ده هيبقى كائن عجيب. مستر نجاتي، واحد جاي وساب لي سعادتك الموبايل ده. موبايلي؟ موبايلي يا ابو رنا لولي. هو فين؟ مشي؟ ايوه يا فندم مشي، وقال لي ادي ده لمستر نجاتي. ايه ده؟ جه لوحده كده وساب الموبايل ومشي؟ ده معجزه. ده يبقى ملاك. اديني يا ابني وصف الراجل ده. ده انا يا فندم كمان موعده ان اديله الحلاوه لما يجيب لي الموبايل. اصل انا ابن حلال مصفي. نجاتي؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني الموبايل الجديد اللي هتجيبه عشان ما يضيعش، اربطه في سلسله وعلقها في رقبتك وامشي. ابراهيم افندم يا عادل بيه، تكتب يافطه تحطها في الصاله، المطعم غير مسؤول عن سرقه موبايلات، وتكتب ورقه تحطها في المنيو بتاع كل ركن. الو. ايوه يا حبيبتي، والله من الصبح بلف على الستاير اللي انت قلتي لي عليها. ايوه طبعا لقيتها وحجزتها ودفعت مقدمتها كمان. لا ان كان على موضوع العفش ده بقى، فانا عايزك تسيبه لي، انا اهولك على ذوقي. طبعا انت عارفه ذوقي بيعجبك قد ايه، مش كده؟ اوكي يا حبيبتي، باي باي. ولا الكابتن عريس جديد صح؟ ايه ده، هي الحكايه دي باين عليا قوي كده ولا ايه؟ طب سعادتك ما جبتش خطيبتك معاك ليه؟ يا سيدي وراها مليون حاجه، الفستان الكوشه، واكيد انت عارف اهتمامات الستات يعني. طبعا طبعا، الله يكون في العون. طلبات حضرتك؟ لا من فضلك، انا عايز اروح اغسل ايدي الاول. هو الحمام بتاعكوا ده فين؟ لا استنى 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 استنى، لو سمحت لو سمحت خد الموبايلات معاك. يا سيدي ما تقلقش، دار امان. لا لا امان، ايوه امان، بس من النهارده الصبح رايح مننا موبايلين. يا سيدي في داكم مليون موبايل، نو بروبلم. لا بروبلم ايه؟ لا معلش عشان خاطري، عايز اروح الحمام من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابراهيم. افندم مستر نجاتي. وقف هنا جنب الموبايلات دي، ما تتحركش، فاهم؟ هنا. الو مسيو نجاتي متغاتو دي لماتعاماتو، تفضلوا تحبوا تقعدوا فين؟ ايه رايك؟ انا بقول نقعد عند القلوب اللي هناك دي. اه سي عندياما. عمر يا باشا. تاخدي ايه؟ لا لا مش عايزه اي حاجه ميرسي. لا ليه؟ اتنين اورنجوس لو سمحت. اورنجوس؟ اي حاجه اي حاجه. لا مؤاخذه يا باشا، اسمح لي اكلم حضرتك مساله، اسمح لي اتدخل في مساله شخصيه. نعم. الجنس اللطيف يا فندم يحتاج لمعامله خاصه. واضح ان الهاني متضايقه شويه وفي حاجه مزعلاها، كلمها حيلها، خد ودي معاها. واضح انكم لسه مخطوبين. اه حيلها ازاي يعني؟ اطلب لها غدا،
حسسها انك بتخاف عليها، بتحبها. انا جاي النهارده الصبح جمبري انما حكايه حكايه، لسه مصالح بيه اتنين متجوزين متخانقين على نفس الترابيزه دي، صالحتهم بالجمبري. تفتكر؟ ده شيء مضمون. الجمبري صالح اي اتنين زعلانين مع بعض. يا راجل حسسها انك مش مستخسر فيها حاجه. خلاص خليها جمبري. طيب اسمح لي انا بقى اروق لك 4 كيلو كده على ذوقي، مشوي على مقلي، اعمل لك كفاريت كوكتيل كده لذيذ، وعندي 2 استاكوزا سبيسيال، واحده ذكر وواحده نتايه. اشوي لك النتايه واسلق لها الذكر؟ ماشي، اعمل لك سفريز على ذوقي انا. ما قلتيش يا قمر اسمك ايه؟ وانت مالك؟ انت مالك؟ يعني انا بقالي ساعه ماشي وراكب العربيه وتقولي لي انت مالك؟ انت عايز ايه؟ عايز نتعرف. انت هتقعد بادبك ولا قوم امشي؟ خلاص خلاص، انا طلبت لي الجمبري. متر هتاكلنا ايه بقى؟ قمر يا باشا. طيب ايه اللي ممكن يكون عندك طازه وفي نفس الوقت سريع بسرعه كده يعني؟ انا جاي للنهارده جمبري حكايه. خلاص اوكي يا بقى جمبري، بس اسمع لو سمحت بسرعه عشان انا مستعجل قوي. يا دوب مكالمتين في الموبايل هتلاقي الجمبري داخل عليك. اوكي عدوله حبيب قلبي، عدوله علي نسبتي والنبي علي نسبتي. هقول لك على خبر، انا الواحد بايع 4 كيلو جمبري. انت نسيت وصفيت عشان بايع بابك يا جمبري؟ 4 كيلو جمبري احبطني بقى، كبسني كبسني كده وخليني اكتئب. انت عمرك ما تقول لي كلمه حلوه ابدا. ايه يعني؟ انا نزلت الصاله ابي اتهني جمبري. طب ما تنسى، مكتئب مش عاوز اشتغل. بعدين بقى يا عادل بقى تعمل زي العيال الصغيرين بقى، تقعد تضيع نفسك عشان حته موبايل؟ امال لو كان راح منك بنطلون كنت هتعمل ايه؟ يا راجل يا راجل احنا قاعدين كده وحاطين ايدينا على خدنا. عادل بيه في مرشد سياحه عايز يقابل سعادتك. اوعى يكون هو. يا ريت يا ريت يكون هو عشان مفيش غير لي. لا بس ما تنساش انا شريكك، انا هضربه مع بنسبه 6%، يعني شلوت واحد. روح انده. هو انا هستنى لما تندهوني؟ ايه في ايه في ايه في ايه في يا جماعه؟ ايه يا جماعه في ايه بس؟ مالكوا كده؟ اسمعوني طيب. يا حرامي مالكوا في ايه؟ يا نصار يا جماعه في ايه؟ ما حرمتش. طب انا مش فاهم. اسمعوني طيب، بتلمع ايه؟ ما حرمتش. بتلمع في ايه بس؟ تسرق الراجل الكباره وتساعده يا قاضي. يا جماعه بس حرام عليكم، انا ما سرقتش حد. ايه اللي بتعملوه ده؟ انا ما سرقتش حد، الراجل اداني ساعه هديه. وتقعد تقول له بابا وماما ونينا. جيران وبعطف عليهم، راجل ومراته، وراجل بيقول لي يا بابا، والست بيقول لي يا نينا. طب انت دلوقتي جاي ليه؟ عاوز ايه؟ انا جاي انفعكم، جاي اكلكم الشهد، اكلكم المغاشه. 10,000 جنيه وحشين؟ اتفضل اتفضل يا اسعد اخي، اتفضل اقعد اقعد. يا ابراهيم واحد قهوه في اي بي لاسعد بيه. قول لي بقى ايه الموضوع؟ عاوز ايه؟ ده بيزنس، بيزنس واضح وضوح الشمس، صفقة عايز اتفق معاك عليها بس بيني وبينك. بيني وبينك ايه؟ انا شريك. شريك بستة من 10% بس. طب يا ريت بقى لو تتفضل بره عشان ده موضوع بقى فيه كلام كبير يعني. بقول لك ايه؟ مفيش حاجة اسمها كلام كبير. انا شريك هنا في المطعم ده بنسبة 6%. أي حاجة تحصل هنا لو جناية ليا نسبة فيها. طب يخو ضعف. ما هو النبر بتاعك ده، ما انا عارفك، هو اللي بيقفل الرزق في وشنا. باختصار ومن غير ما اطول عليكم، انا واخد توكيل شركه طلياني بتجيب افواج سياحيه لمصر، بتجيب في الاسبوع من 200 ل 300 راس. طلياني دي تبعي بقى. الناس دول عاوزين ياكلوا جمبري. شفت؟ مش بقول لك؟ شايف الجمبري سمع والمطعم سمع، كله مسمع. الجمبري ده اختراعي انا، ها؟ هم عايزين كام جمبريايه؟ انا مش جاي اتفق على غدا ولا على عشاء. دول مجموعة مليونيرات من تايكونات إيطاليا. أنا قلت لهم لو نعمل مهرجان الجمبري الأول في الشرق الأوسط، إيه رأيكم؟ مهرجان الجمبري؟ المهرجان ده بقى هيدي جوائز ذهب زي مهرجاناتنا؟ جوائز إيه يا راجل أنت؟ تخيل أنت المليونيرات دول لو عجبهم هنا النظام والأكل هيدفعوا قد إيه؟ قادر أتخيل تايكونات إيطاليا، إحنا تحت أمرك. مهرجان زي مهرجان الجمبري ده لازم طبعا الناس تشوف فيه أهرامات الجمبري قدامها الاستاكوزا، يعني إحنا بنتكلم تقريبا في قد طن كده. طن جمبري؟ طب وديلك
انا لسه قايل لك ايه؟ انا جاتي قايل له ان منزل الصاله ممكن ابيع ترند جنبك، بس انا ليا شروط. واحنا موافقين على كل شروطك. اولا انا اللي هشتري الجمبري وهنعمله هنا في المطعم. انت تشتري الجمبري بتاع ايه؟ انا كل اللي طالبه ان انا اجر المطعم ده يوم المهرجان، الشيف بتاعكم يعمل الجمبري والجرسونات يخدموا على الزباين. طب واحنا لا مؤاخذه هيبقى مكسبنا ايه بقى؟ اللي تطلبه يا عدول، كفايه المشاريب اللي هتنزل مع الاكل دي مكسبها مضمون لوحدها. ده غير 20,000 جنيه الارضيه. وحشين؟ واحنا موافقين. ايه؟ ثانيا انكم تحسسوني ان انا صاحب المطعم علشان الزباين تثق فيا، يوم يقدروا يجيلوا مره تانيه ومره تالته. مهرجان الجمبري ده لو نجح هقدر اعمل لكم بعد كده مهرجان الكشري. يا سلام. اسعد يا حبيبي. انت صاحب مطرح من غير ما تقول. طبعا هبقى اجي بقى عشان اشرف على الترابيزات والحمامات، انتوا عارفين طبعا الناس اللي جايين دول مش اي كلام. يا فندم الحمامات انا هشد السفنات بنفسي. وانا هرش المعطر. وهرش ميه على المدخل عشان تشوف، وهجيب الليمون في الطبق واخدين بالك بغسل لهم صوابعهم بنفسي. طيب انا بشكركم جدا. انا فادرشي. على فكره يا نجاتي الولد اسعد ده باين عليه كويس. ايوه بس انا عايز اعرف اتلم على المليونيرات والتايكوندات بتوع ايطاليا دي ازاي؟ احنا مالنا؟ المهم انه دفع 10,000 جنيه وهيدفع 10 بعديهم. شوف الواد ده بقى مكسبه كام من المليونيرات دول؟ طب احنا ليه ما فكرناش احنا ونعمل كونتاكت مع الناس دي من بره بره؟ ولا يهمك، كاننا احنا اللي عاملينها بالظبط. دول طلايبه يا نجاتي، يعني لعبتي شغلتي. تفتكر انا هسيبهم كده؟ على الاقل هطلع منهم 100,000 جنيه. يا جامد يا بتاع ايطاليا. احلى جمبري اكلته في حياتي، يا احلى نجاتي في الدنيا. ايه بس انت حضرتك ما اكلتش، الف لك الباقي تيك اوي. لا 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 خلاص كده كويس قوي. انما اسمع، انا حماية وحماتي ولاد عم نسايب يعني، ونفسي اكلهم اكله حلوه قوي زي اللي انا اكلتها عندك. انا ممكن شرفوا، انا بنفسي هخدمهم. طيب بص يا سيدي، احنا هنبقى 6 افراد وعايز احجز لهم النهارده. مراهقون ومراهقات، ده للكبار فقط. وبعدين؟ يعني اول ما نخلص اكله الجمبري دي نطلع على هناك انا وانتي. لا ليه بس؟ عشان خاطري. وبعدين معاك بقى كده هتاخر. لا اول ما نخلص اكله الجمبري والسينما هوصلك على البيت على طول. طيب خلاص اديني الموبايل اكلمهم في البيت واقول لهم ان انا هتاخر شويه. اوكي. ما اسمعش صوتك. الو؟ ايوه يا ماما. لا انا مع واحده صاحبتي. ايه يا ماما؟ لا يا حبيبتي احنا في الشارع طبعا. لا يا ماما بنتفرج على المحلات لما يكون بنعمل ايه. يا مامي حبيبتي صدقيني مش هتاخر. بقول لك ايه، مسافه الطريق. من فضلك ما شفتش واحدة خارجة بتتكلم في موبايل دلوقتي؟ يا ركب التاكسي ومشي. يا نهار اسود، الموبايل بتاعي دي سرقت الموبايل بتاعي. فين صاحب المطعم اللي هنا؟ فين الأمن؟ فين صاحب المطعم ده؟ أنا عايز الأمن. وط صوتك، في ناس نايمة. نايمة إيه؟ في الموبايل بتاعي اتسرق من عندكم. مين اللي سرق؟ البنت اللي كانت قاعدة هنا. الله، مش دي خطيبتك؟ ولا أعرفها. أحسن عشان تبطل تعمل حبيب وبتاع بنات. ده انا جايبه قسط. والله دي مشكلتك بقى. يعني انت مش مكسوف من نفسك؟ شاب محترم زيك، واحده تسرق موبايله وواحده ايه معلقها من الشارع؟
يا ابني اللي يفرط في موبايله أكنه بيفرط في حاجة مهمة جدا. الحمد لله نسيت شنطتها. أكيد بقى فيها عنوان ولا بطاقة ولا أي حاجة ليها قيمة. مفيهاش أي حاجة ولا تسوى 2 جنيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. تعالى هنا. رايح فين؟ عايز إيه تاني؟ عايز إيه تاني؟ عايز الحساب يا حبيبي ولا هتاكل وتشرب وتفلسع زيها؟ يا سيدي بقول لك موبايلي اتسرق. هو يبقى موت وخراب ديار؟ إدارة المطعم غير مسؤولة عن سرقة الموبايلات والقانون لا يحمي المغفلين. طب أنا بقى مش ماشي من هنا. أنا لازم أعمل بحرة. أنا عايز البوليس. عايزه مشوي ولا مقلي؟ 274 سرق الموبايل لغاية الساعة 3 الظهر يا فندم. ده رقم قياسي جدا والله العظيم يا فندم. أنا ماشي في الشارع هتجنن يا فندم. كل واحد معاه موبايل بيتهيألي إن هو سرقه. وحرامية الموبايل بيبرطعوا في البلد. نعمل إيه بس والله يا فندم؟ تعالى يا ابني. ايه اللي معاك ده؟ ده موبايل يا فندم. طب اقفل وكلمني. طب بكلمك بعدين، مع السلامه. ايوه يا فندم، انا بتكلم وانا ماشي في الشارع، مش سايق العربيه. اربط الحزام كمان. والنبي يا اخويا بلاش لماضي، اقفل وكلمني. اطلبني. اطلبك على سلكي يعني؟ حاضر يا فندم. هات، انا هطلب. اوعى. حلو قوي الرنه دي يا باشا، بعد اذنك تبعتها لي. والنبي بلاش لماضي. اخر نمرتك كام؟ رد بسرعه من غير تفكير. 660. اه صح نمرتك. والعده دي بقى جايبها منين؟ جايبها من التوكيل يا باشا. اه طب خد تاني مره تمشي معاك الرخصه، قصدي فاتوره الموبايل. ماشي يا باشا. اتفضل. ايوه يا حبيبتي. لا دي شويه مناوشات بس امنيه. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. اهلا اهلا، نورت المطعم. اهلا يا هاني. اهلا وسهلا. بقول لحضرتك ايه؟ احنا عايزين نقعد بعيد عن الناس، اصل المدام تعبانه شويه. سلامتها. الف سلامه خير. انا مش تعبانه يا شوقي، انا كويسه قوي. طبعا كويسه، ما قلناش حاجه حبيبتي، بس برضو نقعد في حته هاديه بعيد عن الناس يا ايناس. انا بقى عايزه اقعد في وسط الناس يا شوقي. ومالك يا هل حياتك تقعدي في الحته اللي تختاريها. اتفضلي. أنا عايزة أقعد هنا في وسط المطعم. يمكن المدام بتحب الفاكهة فعلشان كده عاوزة تقعد جنب الفروت بوت. اتفضل. لحظة، المنيو يكون عندكم حالا. ثانية. لو سمحت يا ريت بلاش الشوك والسكاكين المعدن والاطباق كمان، يا ريت تبقى بلاستيك. ليه بس؟ اصل المدام لما بتجي لها الحاله ما بتشوفش قدامها. بيقول لك ايه؟ ما بيقولش حاجه، بيوصيني عليك. بيوصيني على الاكل. نجاتي. تعال تعال. بقول لك ايه؟ كل اللي على الترابيزه دي يبقى بلاستيك حالا بسرعه. شايف الترابيزه اللي ورايا دي؟ مالك؟ شايف الراجل اللي قاعد عليها؟ ماله؟ راجل محترم جدا، بس الست اللي معاها مجنونه. مجنونه؟ شش، وطي صوتك، عاملها بكل لطف وبكل ميل، وعينك عليها دايما. اتفضل يا معلم. اتفضل يا معلم. اتفضل. منور والله. مطعم مطعمك يا معلم. تاكل لقمة على بال بضاعة ما تيجي بس. اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا. ايه اخبار المطعم والشغل كله تمام؟ اي غلطه ازعل قوي والله، ازعل جدا. دي تيجي برضه؟ لا لا انا واثق فيكم 100%، والله واثق فيكم 100%. عادل نور والمتر نجاتي، دراع اليمين ودراع الشمال. اروح البيت انا يا معلم واسيب المطعم وابقى مطمن 100%. والله. اتفضل 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 يا معلم. اتفضل يا معلم. نورتنا النهارده والله يا معلم. المطعم بتاعي ده منور بيك والله يا معلم. الله يخليك. اتفضل. ها نوجه بقى، هتاكلنا ايه النهارده؟ عند الشواك جمبري حكايه. جمبري؟ ده المعلم صالح ملك الجمبري في مصر كلها. عارف المطاعم اللي حواليك واللي في مصر كلها دي؟ المعلم صالح هو اللي بيديهم الجمبري. بقول لك ايه؟ عايزين نعمل تغيير، هات لنا شويه كباب وكفته كده، ولا ايه رايك يا معلم انت؟ انتوا بتجيبوا الجمبري منين؟ لا خلاص بقى يا معلم، انتهى الموضوع. بعد الطلبيه دي هنرجع نجيب حد من بره؟ معقوله؟ نورتنا يا معلم صالح. انا هوضب لك الاكل على ذوقي. يا ابني
بس ما تاخذنيش يا اسعد بيه، انت مدلع الناس اللي شغالين معاك كتير قوي، نزل فيهم بوس وحضان وكده ياخدوا عليك. والله احسن حاجه يا معلم البساطه والطبيعيه. يعني انا عايز اقولك على حاجه، انا اسمي اسعد سعاده، احب اسعد اللي حواليا كلهم. ايه البضاعه اتاخرت قوي. ان الله مع الصابرين يا اسعد بيه، انا ما رضيتش امشي الا ما اطمن ان البضاعه اتوزنت قدام عيني وتستفت في العربيه. تمام يا اسعد بيه، البضاعه وصلت عن باب المطعم وراني. ومستني ايه يا راجل، ده جنباني ما يستحملش، اجري بسرعه يلا. لا مؤاخذه يا معلم، اروح بس اطمن على البضاعه اللي هتحط في العربيه عشان تتنقل على الثلاجات بتاعه المطعم بتاعي. هو انتوا مش بيتخزنوا هنا؟ في خزن هنا ايه يا معلم، التموين بتاعي بيحتاج لمخازن كبيره جدا، والثلاجات اللي فيها الخضار واللحمه والاسماك والفاكهه. هلم هلم يا معلم. اجي معاك. لا 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 والله خليك، الاكل يبرد بعدين يا معلم. كل انت كل كل يا معلم. كده تمام قوي يا رجاله، الطن اتستف تستيفه مكن. يلا خدوا اشربوا شاي، خدوا اشربوا شاي. الاكل بقى جوه مع المعلم صالح، بس الحقول احسن يشطب عليه. سعادتك مش جاي عشان يبقى عيش وملح. هروح بس الاول اطمن على درجه التبريد في العربيه، وبعدين اجي عشان يبقى عيش وجمبري. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، اتفضلوا اتفضلوا. امير بيه موصينا عليكم ومجهزين لكم احلى اكل النهارده، اتفضلوا. العروسه جايه لوحدها ليه؟ على فكره امير بيه ما بياكلش، اكلته ضعيفه جدا جدا، بس خلاص بقى بعد الجواز هيملى ويكرش. على فكره انتوا فاكرين ان انا ما اعرفش امير؟ امير ده انا اعرفه وهو قد كده، كان بياكل عندي، والشهاده لله هذا الرجل انسان بمعنى الكلمه، ودي شهاده لوجه الله. اسمع يا اخ، امير ده اللي انت مربيه وعشره عمر واخوك الصغير، ده حرام. ليه يا باشا بتقول على نسيبك كده؟ ده مش نسيبي ولا اعرفه ولا عمري شفته. يعني ايه؟ يعني امير ده اللي انت بتفخر بعلاقتك بيه حرامي عربيات، سرق عربيه المرسيدس من 3 ايام من تحت البيت، وظهر ضميره انبه رجعها تاني بعد ما بلغت كل اسامي البوليس وشرطه سرقه سيارات. بس ده بعت لكم دعوه عازمكم. ما احنا لقيناه سايب لنا الدعوه دي في العربيه، وده مفتاح العربيه للبواب. والغريبة إن تابلو العربية كان فيه 2500 جنيه ما نقصوش مليم، فنص الإشارة بتاع العربية كان مكسور، لقيناه صلحه وسايب لنا ورقة اعتذار بيقول فيها معلش كان محتاج العربية عشان يفسح بيها خطيبته، وعشان يكفر عن ذنبه عزمنا عندكم على العشاء. مش بقول لك إيما لا يمكن يعمل حاجة غلط. ده إنسان غريب قوي، بس راوش حركة لذيذة يا بابا صح؟ يسرق العربية وتقولي لي حركة لذيذة؟ الله. شفت يا رجاتي الصلاة النهاردة ايه كومبري تقريبا، الناس اللي جم مع اسعد دول فاتورتهم هتبقى عالية جدا، لغاية دلوقتي عاملة 2000 جنيه واسعد هيكع. تعال يا رجاتي، تعال يا جبال. ايه ده يا اخي حرام عليك، حد يضرب ست مش الوحشيه دي؟ يا ناس ابوس ايديك وسيبوني، ما كانش فيه قدامي غير كده. ابراهيم افندي خدها على المكتب بسرعه هديها. اتفضلي معايا. انت راجل انت؟ عيب عليك يا اخي، تمد ايدك على مراتك قدام الناس؟ ويا سكتله ليه؟ ما تضربه ولا تفتح له دماغه، راجل قليل الادب ما ترباش. وديني يا بابا لولا حضرتك واقف لكنت ضربته بالقلم. بتعيط؟ وليك نفس تعيط كمان؟ صح، اظن كل واحد بيروح لحاله، مهما كانت بيها مراتي وانا جوزها محدش يدخل. ما يصحش برضه تضربها في مكان عام، مكان محترم لتقاليده. ناس حسوا باللي فيا، لا بضربها وانا بتقطع، نار اللي في ايديها وانا بضربها اقل بكتير قوي من النار اللي جوه في قلبي، مهما كان مراتي وحبيبتي كل حاجه بالنسبه لي في الدنيا. لو عرفتوا الحكاية هتعذروني. الست دي تعبانة. مش أنا قلت لك يا باشا وإحنا داخلين؟ أيوه قلت لي، بس برضه ما يصحش. يا ناس افهموني. ناس مراتي مريضة نفسية.
مراتها مالوش علاج. دخت مين دخلتها المصحه وصرفت عليها اللي ورايا واللي قدامي لحد ما خلاص ما بقتش قادر على اي مصاريف. حقنه المهدئ اللي بديها لها لما تجي لها الحاله ثمنها 500 جنيه وسبتها وما ضربتهاش كانت ممكن تدمر المكان اللي هي فيه. خد دول يا استاذ هات لها المهدئ كل اللي في جيبي. خد دول يا ولدي العم ربنا يصلح حالك. انا مش عارف اقول لكم ايه. كتر خيركم لسه الدنيا دي فيها خير برضو. انا هروح اجيب لها حقنه المهدئ واجي على طول. ربنا يخليكم خلوا بالكم منها. لا حول ولا قوه الا بالله. اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. انا لما كان بيضربها كنت عايزه اقول لك اقتله، لكن لما عرفنا السبب والله الراجل صعب عليا قوي. وانا اللي كنت عايزه اديله بالقلم. والله والله لما يرجع هعتذر له. خرافي قومي قومي. راح يجيب الحقنه، راح يجيب الحقنه. اهدي انت بس كده شويه وان شاء الله الحقنه اللي هيجيبها هتسيطر على جهازك العصبي. جهاز عصبي ايه؟ حقنه دي المهدئ اظن ضحك عليكم. قال لكم طبعا ان انا مجنونه وانه لازم يضربني عشان يهديني. الراجل ده انا مش عارفه اخلص منه، مش عايز يطلعني وكتب لي شيك على نفسي ب 4000 جنيه عشان يذلني. انا مش مجنونه، انا بعت بيت مقدر حمش ده الصبح حقير. حقير ازاي بس؟ اذا كان قال ان حضرتك يعني تعبانه شويه. ايوه هو ده الكلام اللي داير يقوله للناس عشان ينصب عليهم وياخد فلوسهم. أرجوكم لو عندكم شفاء في قلوبكم أرجوكم اقفوا جنبي. وديني وديني لما يجي لعرف شغله. أنا كنت حاسة من الأول إن الراجل ده نصاب، مش قلت لك يا فتحي؟ وكمان رايح تديله فلوس. يبقى أنا إحساسي في الأول كان صح لما كنت عايزة أديله بالقلم. لا هو كده بقى وقع في شر أعماله. أنا هبلغ البوليس. انت محدش يقدر يعمل لك حاجه. انا هحميكي والشيك اللي كاتبه عليه كده انا هاخده منه غصب عني. خلاص يا حبيبتي ما تعيطيش يا بنتي، والله ما حد هيقدر يعمل لك حاجه. خدي دول على مقاصي. امسكي دول وانا باذن الله هديكي مبلغ هديه من المطعم. الناس طيبين قوي، ربنا يبعد عنكم الشر. هي فين؟ هي الدنيا. على المكتب استخبي بسرعه بسرعه. تعالى هنا يا نصاب يا حرامي، هات الفلوس اللي انت اخذتها والشيك اللي انت كاتبه على الست المحترمه دي. طلع شيك ايه؟ مش صدقتوا كلامها يا جماعه؟ والله العظيم الست دي مريضه نفسيه وبتجيلها تهيؤات. واهو اهو ادي الشهادات اللي بتثبت انها مريضه نفسيه. انا اسف اضطريت ان انا اوريها لكم. واهو هذه الحقنه اللي انا جايبها بالفلوس اللي خدتها منكم وجايه عشان اديها لها. والله العظيم والله العظيم انا ما انا نصاب ولا كذبت عليكم في حاجه. ولو ما كنتش مصدقني اهو اخوها معايا بره اجيبه يقول لكم عظمه لساني. طب هاتوا هاتوا هاتوا. معقول يا ربي في جنان بالشكل ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ظلمنا الراجل. ايوه بس الست يعني وهي بتتكلم ما كانش باين عليها اي جنان. الظاهر ان الحاله دي ساعه تروح وساعه تيجي. يا نجاتي انزل انزل روح المكتب اقعد مع الست. الله واشمعنى نجاتي؟ ما عندك ابراهيم ابن اختي يحل محلي. تعالي بس ما تخافيش. تعالي ما تخافيش بقى بقول لك. مش خلاص مالكم؟ بصوا لي كده ليه؟ بقول لك ايه بقى؟ انا عارف كل حاجه. الراجل ورانا الشهادات اللي تثبت انك
انت مش دخلت المستشفى الامراض العقليه؟ كنت بتعملي ايه؟ بتقضي شهر العسل؟ الشهادات دي مزوره، دي عده النظم بتاعته. انا هثبت لكم. بصوا اهي صورته كان مقبوض عليه في قضيه نصب من 3 سنين، وما اكتشفتش الكلام ده غير بعد الجواز وبعد ما كتبني شيء، ومن ساعتها ما عرفتش اخلص منه. هو ابن اللذينة المره دي بقى انا مش هعتقه، وعلى العموم هو مش هروح بعيد، ده خارج يجيب اخوكي وجاي. اخويا انا ماليش اخوان، ده كداب هرب لما حس انه انكشف. انا مش عارفه اروح فين ولا اعمل ايه، وديني ليه قتلني النهارده؟ انا عم اقول نفسي. هو انت مالكيش اهل يا بنتي؟ اهلي بصراحة اروح لهم ازاي بس يا ريت مشاكل الدنيا كلها فلوس يا بنتي، خد القرشين دول وروح لاهلك. كتر خير. طب والشيك؟ الشيك ده يجيبني بالبوليس. نجاتي انزل بقى يا نجاتي، خد الهانم ووديها محطة مصر وهات معاك 1000 جنيه. ايه اللي نجاتي؟ هو مفيش غير نجاتي؟ ودي ابراهيم وروح وصلها وديها 5 جنيه. انا هوصلك بس ثانية واحدة، غير هدوم واجيك. مش عارفة اقول لكم ايه يا جماعة، كتر خيركم، ربنا يعوض عليكم ويديكم على قد نيتكم الطيبة، ما تشوفوش يوم وحش ابدا. ابراهيم انا مستنياك بره. وادي حال الدنيا فعلا، الدنيا مليانه مآسي. اقول لك ايه يا اخ، هو اسعد بيه فين؟ اسعد ما كان قاعد مع حضرتك ونزلنا لكم الاكل. هي بسط لي عشان يطمن على البضاعه وقال انه جاي على طول. ايه بقى جاي على طول؟ بس عاود كتير قوي. بقول لك ايه، ما تاخذنيش يعني لو اتاخر، يعني مين هيدفع ثمن حق الجمبري؟ مش سعادتك شغاله معاه هنا برضو؟ شغاله معاه هنا برضو؟ لا يا حاج انت فاهم غلط، انا عادل نور صاحب المطعم. الاتفاق اللي بيننا وبينه انه يجيب لنا الجمبري علشان مهرجان الجمبري. هو الجمبري اشترك في المهرجان هو الاخر؟ بقول لك ايه، انا ماليش صالح بالكلام العيلي واجي اللي انت هتقوله ده، انا عايز حق الجمبري 150,000 جنيه. يا عم ملناش علاقة، احنا اتفقنا انه يجيب الجمبري نطبخه بس مش اكتر. وتطبخوه من غير ما تدفعوا حقه؟ ولسه ما جابش الجمبري. حضرتك ادخل الثلاجات بتاعتنا، لو لقيت جمبرياية واحدة من الجمبري بتاعك ده يبقى ليك الكلام. لا يا ود العم، ده انتوا عصابة بقى وهتلجفوني البعض. بقول لك ايه، انا اروح فيك ب60 داهية. يلي بلغ البوليس. لا مش سرقة موبايلات المرات. لا يا فندم، ده طن جمبري اتسرق يا فندم، وانا جاي اشوف ازاي. انا قدام المطعم وسعادتك، بس بأمن على العربية، ده احسن البوكس يتسرق. مش معقول ازاي يا فندم، مش قبل كده سرق ونش مترو الانفاق في المرحلة الأولى ولسه ما رجعش لغاية دلوقتي؟ انا ما رجعش مكان ده، ده انا ده فندم انت شريكه. سرقوني يا سعادة البيت، سرقوني، طلبوا طني جمبري جبته هربوه مع شريكه. اولا انا عادل صاحب المطعم، انا ماليش شريك. لا ليك يا عادل، ده ورق حكومة ما يتلعبش فيه، انا شريكه يا فندم بنسبة 6%. استاذ عادل حضرتك اتفضل معانا على الاسم انت والراجل ده. وامسكوني ليه؟ انا معايا عربية هروح بيها. نزل يدك انت وهو. بقول لك ايه، انا عايز 150,000 جنيه حق الطن الجمبري، جمبري صاحي شنبه بيلعب. يا سعادة الباشا يلا اسعد، هي قال لي عاوز اعمل عندكم مهرجان للجمبري، وافقنا ما اعترضناش. قال عاملوني كاني صاحب المطعم، ما اعترضناش، يعني ما فيش اي حاجه اعترضنا عليها. اركب. الجو هدي والجو رايق والدنيا فل. اجيب لكم الاكل بقى. الو انت فين يا سمسم؟ ايه انت بتقول ايه؟ الشقه بقت على
ايوه يا حسام، صحيح الكلام ده؟ بلغت البوليس يا ابني؟ بتقول ايه؟ اللي سرق العربيه هو اللي سرق العفش؟ سايب لنا جواب بيقول فيه على الله جمبري يكون عجبكم؟ يعني هو ساب لنا دعوه العشاء عشان يشطب على الشقه براحته؟ بس اكتمي، اسمع يا حسام، انت تروح تبلغ البوليس، خليهم يجوا هنا في مطعم شيتوتو، دي عصابه بقى، اولها هنا وما نعرفش اخرها فين. بتبصولي ليه؟ ست النكيل. نعم. هو عادل في نفس الاسم اللي انا رايحه؟ اصل انا حسب نسبتي ما بعرفش اتصرف. والله انا تعبت منكم انتوا الاثنين. ارجوك اتفضل. حاضر ست النكيل. يا جماعه احنا لازم يبقى لنا لازمه ونروح نزورهم ونطمن عليهم، مش يمكن محتاجين حاجه ولا محتاجه؟ انا رحت زرتهم امبارح وخدت لهم معايا سندوتشات جمبري رموها في وشي. خلاص بقى عندهم عقده اسمها جمبروفوبيا. متشكرين يا جماعة، ما نجلكوش في حاجة وحش. الست إيناس اللي أنا وصلتها المحطة اتصلت بتشكركوا قوي قوي على اللي انتوا عملتوه معاها. طب يا أولاد روحوا البسوا هدومكم، المطعم لازم يشتغل. ألف الحمد لله على السلامة. ست غلبانة فعلا، إيناس دي طلعت غلبانة بجد، أنا كنت شاك في جوزها من الأول وحاسس إنها مظلومة. بس لسه قدامها كتير، ده عليها شيك ب4000 جنيه، يعني هتحصلهم امتى دول؟ لا بس الناس اللي كانوا قاعدين معاها برضو قاموا بالواجب، انا كنت فوق في الركن اليوناني وملاحظ واخد بالي، لما حوالي 1240 جنيه. ولاد الحلال كتير. ايه ده؟ جاتي مين فتح الدرج ده؟ انا حاطط فيه ال 10000 جنيه الباقة ومنيات اللي انت تقولي. لا يا حبيبي، الله 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 الله، انا مسلمك الفلوس بنفسي وعددهم لك مية مية. ايوه انا اخدتهم عدتهم وراك وحطيتهم في الدرج وقفلت الدرج بالمفتاح. والمفتاح معاك انت. نجاتي الدرج ده اتفتح بطفاشه. طفاشه؟ مين اللي دخل المكتب؟ ايوه يا فندم، انا قدام مطعم شاي توت يا فندم. لا يا فندم المرة دي مفيش سرقة موبايلات، ده درج اتكسر وبطفاشة وجايين نعينه ونرفع البصمات. نقطة ايه يا باشا؟ احنا نعمل إدارة عامة خاصة بالمطعم ده أحسن يا فندم. هو يا حضرة الضابط ما حدش بيخش مكتبي هنا خالص غير الأخ نجاتي ده ومعاه مفاتيح الدرج كمان. عادل احترم نفسك بعدين خصمك. ما نعمل ايه بقى؟ على العموم أنا مش بتهمك، ده أنت شريكي، بس خلاص يا حضرة الضابط مش هتهم حد. لا لا لا، ازاي؟ فيها سعاده البي واحده دخلت هنا المكتب وجوزها بيضربها وبيقول عليها مجنونه. عيب عليك يا نجاتي، علشان تنجي نفسك تقوم تتهم الست الغلبانه دي. استنى 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 استنى، جوزها بيضربها بيقول عليها مجنونه؟ جوزها اسمه شوقي؟ ايوه جوزها اسمه شوقي. وهي اسمها ايناس؟ ايوه بالظبط، هي اسمها ايناس. سمراء وشعرها طويل وعينها واسعه؟ دي مواصفاتها بالظبط. هما جولكم انتوا كمان. قصدك ايه يا حضرة الضابط؟ دول اكبر عصابه في البلد، دول عملوا الفيلم ده قبل كده على 6 مطاعم، دول مسجلين خطر. شوقي ومراته ايناس؟ ايناس دي مش مراته، دي زعيمه العصابه، وشوقي ده شغال عندها بجرته باليوميه. انت سامع؟ Spot on.